السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة أم نسرين. جيتكم اليوم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم. جاتني الفكرة على الديكور ديال المرايا وهاد الوردات سويتهم من الجورنال، وقلت نشاركها معكم. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم فضلا ليس أمرا، ولا عجبكم الفيديو بارطاجوا مع الأحباب والأصدقاء باش يعمل فائدة، وشاهدوا الفيديو حتى الأخير. كنحتاجوا في هاد الديكور هذا، كنحتاجوا فيه العواد ديال الشواء، كنحتاجوا فيه هاد السديات، كنقطعوهم دوائر على شكل مرايه صغيره، وهاد العقيق هذا كتشروه عند صحاب المحلات اللي كيبيعوا العقيق. المرايه اللي كدير 5 دراهم، وجوج كرتونات مازال غادي نقطعهم غتعبروهم على شكل المرايه، وهاد جوج كرتونات صغار فاش غندير دوك الوردات حتى هما مازال غنقطعهم. كنحتاجو فيه مسدس ديال الشمع والمقص.
هذا هو الجورنال اللي صبغت فيه منه المرايا، كيبان ليا واقف. وجاتني واحد الفكره وقلت نسوي منه وريضات، وقلت نشارك معكم هذه الفكره. هذه كترسميها بالستيلو وكتقطعيها، وعاده كتقطعي على الوريضات الاخرين كما كتشاهدوا، كطوي الجورنال بحال هكا وكتحطي عليه ديك الوريضه اللي رسمتي بالستيلو وكتقطعيها. بيتو ديروا وريضات صغار ديروهم، بيديرهم كبار ديروهم. كنت نشارك معكم هذه الفكره، اللي بيديروا شي وريضات في شي بيزان ولا بيديروهم في شي حيط وبيتلونهم كما بغيتوا لونوهم، ما كيخسر ما والو. We'll be right back.